إذا أهلا وسهلا متابعي الكرام، متابعي جريدة فيس بريس، مرحبا بكم معنا في فيديو آخر وضيف جديد آخر مع أنس برود. أنس برود مرحبا بكم على جريدة فيس بريس. الله يكبر بك اخويا زهير، واهلا. وشوف الله، الا فرحان انا اليوم جيتوا لعندي وكتصادفوني في هذه القناه ديالكم. توحشتكم انا والله. والله حنا توحشناك اخويا. الله يكبر بك اخويا زهير. انس في الغياب ديالك ما بقيتش كتبان، ما بقيناش كنشوفك عبر مواقع التواصل الاجتماعي او في العالم الاحمر. اودي قصه، واش ما قصه هذيك؟ لان ما بقيناش كنبانوا، لان الله ياخذ الحق في شي وحدين اللي هما طيروا لنا القنوات ديالنا. كانوا عندي جوج ديال القنوات عبر العالم الاحمر عبر اليوتيوب اللي هما فيهم انس برود وانس برود جوج. تلقينا بعض الاشعارات الكيديه عبر واحد الانسان اللي هو اللي طير ليا جوج قنوات ديالي. هذا هو سبب الغياب ديالي، الله ياخذ فيه الحق. من هذا المنظر احنا جايين للحوار. بشكل مصدر الرزق ديالك اللي كتاخذو ديال عبر ديك الادسنس، بحال اللي تنقولوا واحد المصدر ديال الرزق اللي كتدخل به. بطبيعه الحال انا اقسم بالله العلي العظيم انا ما نكرش رزقي. هذوك جوج ديال القنوات اللي كانوا عندي كنت كندخل بهم نقدر نقول لك 3000 درهم 4000 درهم، يعني تعاون كنعاونوا بهم على الزمان. والحمد لله دابا انت كتشوف بنادم واحد الشاب اللي هو غادي في واحد التطور وغادي في واحد النمو. ملي كتكون الرزق ديالك هو هذاك اليوتيوب وكيجي واحد وكيقطعوا ليك، كتالم بزاف اقسم بالله. ماشي سهله انها تمشي لك واحد الماندا ديال 3000 درهم ولا 4000 درهم وكيطيرها لك واحد الانسان، ماشي سهله. واخا انا انتم بالحكم انكم انتم كنتوا صحاب وكنتوا اصدقاء وكنتوا مجموعين كاملين، كنتوا مجموعين اللي طلعوا من ديك المدينه، جاوا لعندك مدينه فاس، جاوا لعندك المكناس، كتجمعوا من بيناتكم انت كذلك لعبتي عاوتاني المكناس لفاس، كتولي تجمعوا من بيناتكم. زعما واش هاد الناس هادو ما حنش قلبهم انهم يقولوا نتراجعوا على ديك المخالفات ولا نخليو السيد داك مصدر الرزق ديالو؟ اش غادي نقول لك اودي اخويا زهير؟ لان بنادم تيكون حاقد عليك انت ما درتي ليه والو، واحد حاقد عليك باغي يطيرك باي وجه كان. علاش؟ لان ربما انت عندك ناس اللي هما كيتفرجوا فيك وعندك ناس اللي هما كيتبعوك، وبنادم حاقد عليك من لا شيء، اولا الغيره اولا العلم لله. الحسد والعين ديال بنادم، العين علينا حق اقسم بالله. بنادم ملي كيجي وتي انت ما درتي له والو كياديك وانت مصرف فيه الخير. انا هذا السيد اللي ضرب لي القنوات ديالي اقسم بالله الا مصرف فيه غير الخير، ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه كيجي عندي لدارنا وحيت ملايا مازافيل جديده قطعتها من الميكا وغطيته بها، لا هو ولا الناس اللي كانوا معاه، وغطيته بها وبايت عندي ومعشي ولا غدي صباح وفاطر. داكشي ما كندويوش عليه، ولكن باش اننا حنا كنكرموك وحنا كنضيفوك وكتجي المكناس وما كنخليو ما نديرو ليك، وانت باش ترد لينا الجميل ديالنا هو انك تضرب لي القناه ديالي وانا ما درت ليك والو، فانت راه حاقد عليا من شحال هادي. ولا نتحدى انايا الى عمري صرفت فيه قد هكا ديال الشر. اقسم لك يمينا انا اخويا زهير والله شهيد على ما اقول، الى ذاك الانسان اللي هو ضرب لي القنوات ديالي وصلت واحد الامانه من عند واحد السيده في الديار الاوروبيه على اساس انه يمشي وصلها لواحد السيده ارمله عندها ثلاثه ديال اليتامى او اربعه ديال اليتامى، توصل ب 2000 درهم توصل ب 2000 درهم ومشاو دار معاها فيديو وعطاها 16000 ريال ومشى شرا ليها واحد شويه ديال التقضيه. سولت الصديق اللي كان معاه وشرا التقضيه، شرا 8000 ريال ديال التقضيه. 8000 على 16000 ريال قالت 24000 ريال 1200 درهم. والشي الاخر داه، وانا باش غادي نعرف هادشي؟ 16000 ريال فين مشات؟ داها ونصاب وداها. باش انا غادي نعرف هادشي؟ جا السيد الصديق اللي هو كان معاه قال له الدره توصل ب 2000 درهم والورقه ديال الفلوس جات على سميت الصديق ديالي اللي هو السيمو الفرشه، جات الفلوس على سميتو وشد ال 2000 درهم وعطاه ال 2000 درهم ومشى هو شرا 8000 ريال ديال التقضيه بالحضور ديال السيمو الفرشه وعطى للسيده 16000 ريال وحط الفيديو، حط في الفيديو اللي هو دار مع ديك السيده حط النمره ديالها وقال لهم اللي بغى يعاونها وكذا وكذا. شنو درت انا ملي ستيمو الفرشه قال لي شنو كاين؟ هزيت النمر ديال ديك السا وعيط لها، الو اختي السلام عليكم، صافا مزيان عافاك السيد اللي كان جا عندك شحال باش عطاك؟ قالت له دير عطاني 16000 ريال وشرا لي شي حاجه ديال التقضيه. قلت لها ولكن راه السيد توصل ب 2000 درهم. قالت لي لا يا خويا ما توصلش ب 2000 درهم. يلا داك الشيء شرا لي 16000 ريال وعرفتو نصاب وعرفتو شفار ودار ديك السيد رزقها وسترتو اقسم لك يمينا وسترتو. ما جبتيش كاع هذا الموضوع والو، والله ما جبت هذا الموضوع. صافي سولت عرفت شنو كيسوى وخليتها بيني وبين الله سبحانه وتعالى. علاش انت ما خرجتيش نهار اللي بدنا ونط عليك ديك الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي وناضوا وكانوا تيقولوا انس برود نصب على سمير، انس برود دا سمير الفلوس، انس برود دا الكلى عرق سمير؟ واش علاش انت ما كنتيش تجبدتي في ذاك الوقت؟ ما بغيتش نجبدو لان خلي
خلي داكشي مستور، انا سترتك وانت بغيتي توسخ لي الصوره ديالي، وانا اتحدى اي واحد امام المنبر ديالك واي واحد نتحدى يجيب لي ديالي لقد هكا ديال انا نصبت على شي واحد، اقسم بالله تنحط له هذاك الشيء متني متلت مربع. الحمد لله انا ولد الخير، انا داك السيد سمير ما درتش فيه غير الخير وربي اللي عالم. مازال معاك سمير؟ لا ما بقاش معايا، هو السبب هذا الفارطحين هو السبب باش انه داك السيد ما بقاش معايا. انا كيف ما كنقولها دائما ان سمير زيزون اللي كان خدام معايا ما كانش كي ما كانش يحسبونا خدام معايا، كان كنا انا وياه كنتعاونوا، كان كيدي 600 درهم في السيمانه زائد المصروف ديالو اليومي مع مول الحانوت بشهاده مول الحانوت زائد 1100 درهم كنخلصها له في الكره. هادشي كنديرو بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن كيجي واحد يقول لك حقا الواد انت نصبتي عليه، زعما انت ما غاديش دير الخير. وبسبب هذاك الانسان سمير، بسبب هذا الانسان باش حقد عليا وناض واع واع، وانا كنتحداك يا الفار الا جبتي ليا قد هكا ديال انني ناصب نعطيك اللي بغيتي، واخا هضر وكذا حتى واحد فيهم ما جاب شي دليل، يعني ما حتى شي واحد ما حط شي دليل. اتحداهم انا كاملين بكليكه بهم، لا اللي كانوا معايا ولا اللي كانوا ضدي. هذا العالم الاحمر فيه النفاق، هذا العالم الاحمر اللي هو اليوتيوب فيه النفاق. اليوم ناكل معاك ونجلس معاك ونهضر معاك ونضحك معاك، الدور نعطيك ما نعقلش عليك. ويعرفوا لك الاسرار ديالك انت اللي تجلسوا معاك باش يعرفوا. انا كنت أسرار. انا كنت في الداني، انا كنت نيه تجي عندي نعطيك الخابيه وشنو فيها نقولها لك. انا انا صافي، انا ورقه بيضاء، اتحدى اي واحد والمخير في هذا الفيديو هو تبوستي، ولا جيب اي واحد قد هكا نحط له داكشي متني متلت. لان هنايا في هذا العالم الاحمر المنافقين والنصابه والكذابه، اللي ما ناصب شويه ناصب بزاف، وما عادش الا من رحم ربي. انا اسك نشوف عينك حكي ملي كتبت لي هذا الموضوع، اقسم بالله زويا اسمع اسمع، ملي كتبت لي هذا الموضوع كنت فكر الماضي، كنت فكر الماضي وشنو دوزوا عليا هادوك صحابي اللي كنت نوكلهم ونشربهم يجلسوا معايا في داري. كانوا كيجيو هنايا عند يوسف الزروالي، ويوسف الزروالي مع انه عنده مشاغل وعنده محاكم وروينه، كانوا كيجيو يحطوا الراس عندي في الدار ونضيفهم ونقول لهم اللي خصاتو شي حاجه مرحبا، انا نوريكم الطريق نديكم فين بغيتو تقهواو، كنمشيو كنجلس معاهم بحسن النيه. ولكن في الاخر طحت في واحد الموقف بسيط ناضو ما خلو فيا اللي نسى، وما اكثرهم، وباقي عندي في دماغي انا ما كننساش، وكنبدي دقشي واللي شتاتو الصمطه كنحشي فيه البزين. انا كنقولها لاي واحد كنضرب فيا بديك الوقت وما عندوش دليل قد هكا، لان الدور مصعيب. والدور ما درتيش، علاش ما توجهتيش انت درتي واحد الشكايات بخصوص هذا التشويه ديال السمعه ديالك والاتهام ديالك بالنسبه للاحتيال؟ عندي اقسم بالله الا درتهم ما يمكنليش نسكت. المال ديالهم كاين، تعطيني دقيقه؟ المال ديال هذه الشكايات هذه فين وصلوا؟ تعطيني دقيقه نجبدهم لك. خليت البلاتي وديك الساعه الا بغيتي نوريهم لك. وما عندي، لان صاحبي داك الشيء بقى هكاك تنتسنى حتى الشرطه انها تعيط ليا فيما انه يتفعلوا الشكايات ونمشيو ندير القانون ديالي. درتيهم هنايا في مكناس ولا درتيهم في مدينه فاس؟ لان واحد الانسان اللي هو ظلمني وتجي تقول لك انت مصاب وشفار، واعطيني الدليل ولا استاذ ولو، لان انا من بعد ما المجال ديالي بهذا القانون ما عرفتش شنو كاين، ولو ان الانسان يكون شفار ونصاب من اعطاك الحق انك انت تشهر به. والمتهم بريء حتى تثبت الادانه ديالك. يعني انت تحكم عليه المحكمه عادي، يمكن انك تقول راه هذاك شفار ولا نصاب. احنا كنهضروا واقعيين، باش يجي واحد الانسان ويجي ويدير عليك بطال وفي الاخر ويقول لك شوف على نيتكم ترزقون. شي هذاك هذاك النصاب اللي غنقول له دابا انا، لان انا شتيت عليه دليل بانه ناصب على السيده في القيمه ديال 2000 درهم اللي قلت لك عطاها 24000. ولو شي هذاك الانسان انا اتحداه اقسم بالله، انا قلت لك يجيب لي دليل اللي قد هكا انا نعطي داكشي متني متلت. وملي هو قلبه خايب ربي ما وفقوش على انه يكمل في القناه ديالو، كيف ما هو طير الناس قنوات حتى ربي سبحانه وتعالى جعل له ديك القناه انها تطير. كانت عنده واحد القناه كبيره وصلت ل 100000 و 100 كا وما وصلوش دير على الفضي باش انه كتبقى فيري فيه. اذا انت نيتك خايبه هذاك الشيء علاش ربي ما وصلكش فين بغيتي، وانا وراك وراك والزمان طويل، لان كل ما اديتيني وكل ما ظلمتيني وكل ما حقرتيني وما درت لك والو وما درت فيك غير الخير. حقرتي انا؟ لا بزاف، وخا الرجال ما كيتحقروش، انا راه قادر ماشي غير نحقر، ولكن لا كنقول خلي الله سبحانه وتعالى يتولى الامر. تشوف عينيك انهم تغرغلوا. انا قلبي طايب، الا جيت نعاود لك انا قلبي طايب. وتصور معايا انت صحابك كتكون واكل معاهم وشارب معاهم ومخلي ما خليتي ما درتي معاهم، طحتي في موقف عضو اللي يجي ويطبطب عليك ويقول لك اه موقع باس وكذا وما يكون غير الخير وهذا ونحلوا الامور، وتقول لك يا هذاك ولد حرام انا سبورت شفار اجبد الفلوس يا شفار يا ولد الحرام. يلاه البارح كلينا انا وياك وتعشينا انا وياك، يلاه البارح ضيفتك في دارنا وكلتك وغطيتك ويلاه، اما تيعقلوش عليا شكون اللي لقيت؟
اقسم بالله في المحنه ديالي اللي تما فين تعرف الرجال. الرجال راه ما كتعرفوش فوق الفرحه، كتعرفهم فوق المحنه وفوق الحزه. لقيت عبد العلي زقزوق الله يذكره بخير، ولقيت كذلك عبد اللطيف في النرويج داك السيد الله يعمر هذا، ولقيت واحد الصديق اللي هو ايوب لايف. هادو ثلاثه ديال الناس ما ننساش خيرهم، يطلبوا لي عينيا نعطيها لهم بدون تعب. هما راه عارفين شنو كنسوا، واي واحد شي ثلاثه ديال الناس اللي ما في هاد المواقع الاحمر يطلبوا لي عينيا نعطيها لهم. والتباقي اولاد الكلاب، اولاد الكلاب بمعنى الكلمه. بزحقروني داروا الوسط اناس، حنا شفنا فواحد الوقيته كنشوفوا بانهم حطوك في الوسط وكلشي ينزل عليك براسه. وكان عرفتيني شنو درت في الاخر؟ بديت كنتفرج فيهم، هذا اش قال ما قالي ما يدار. هي فاش درتي واحد المقطع ديال واحد الفيديو ديال التليكوموند والتفايدات موراك يعني خليكم كتنبحوا نتوما كي الكلاب كاملين، وانا غاز ما مسوقش، انا خدام في واحد البيسي ديالي. من بعد كندور كنطفيهم كاملين كيطفاو، كاملين كيطفاو، حتى واحد ما بقاش يعل. خرجوا داك الوقت يقولوا بانك غادي تخرج وغادي تكشف الاسرار وغادي تحط الخابيه، بحال اللي تنقولوا الخابيه، كانوا كيتسنى كلشي، كان تيتسنى كانك تحط الخابيه. كيفاش ديك القضيه بالضبط؟ شنو كانوا بغاويك تقول انت؟ اللي كانوا بغاوني نقول هو انني نعطي اسراري اللي بيني وبين صحابي، ونقول لا انا فقط ملي جيت نوضع جيت ندافع على راسي ونحمي راسي فقط، بان كل ما يقال كذوب. اما انا ولد الناس، انا ماشي من داك النوع اللي دوزنا انا وياك واحد الاسرار ونوض ونفضحهم. كانوا كيتسناوني انني نفضح يوسف الزروالي، كانوا كيتسناوني انني نخرج ونقول لهم فعلا شفار نصاب وكذا وهذا، ولكن انا ماشي نعدتي نفضح الانسان او نخرج اسرار الانسان. وقال لي مجالسي اسرار، جلسنا انا وياك مثلا ضحكنا هضرنا شربنا الشراب ما خلينا ما درنا مثلا بين قوسين، من خرج دوك الاسرار تقشي فيا وجلستيني حداك ودرتي شي حوايج اللي كديرهم هي بوحدك وجيتي وشاركتيني اسرارك، ما نخرجش اسرارك. انا راه قلت لك واحد عرفته نصاب وشفار وما بغيتش نخرج اسراره، انا ما كنفضحش الاسرار، انا دفاعا عن نفسي. كل ما يقولون بانهم كذوب وهذوك ولاد الحرام اللي هما عرفتي قلبي طايب اخويا. قلبك طايب واخا. انس تزوجتي درتي الدار ديالك، كيفاش الحياه الزوجيه؟ حيت كنتي من قبل كنتي مازال سيليباتير، دابا وليتي مزوج، كيفاش تعيشي بالحياه ديالك؟ ايوا واش غادي نقول لك؟ سبحان الله ملي وقع لي داك المشكل، الحمد لله بعدا كنبغي نشكر الزوجه ديالي اللي وقفات معايا وقفه رجل واحد، لان في هذيك الوقيته انا كنت ديجا خاطب، ولكن كنخلي داك الشيء اسراري الشخصيه كنخليهم عندي. ديجا خاطب ديك الساعه ملي وقع لي المشكل تما كنعرف الزوجه اللي هي الزوجه ديالي، غنعرف الوجه الحقيقي ديالها، انها مسكينه واساتني وصبراتني وقالت لي ان شاء الله ما يكون الخير ولا ياخذ فيهم الحق. وقفات معايا، وقفات وراها. اش غنقول لك؟ كل حاجه معنويه اللي هي كتعطيني واحد الكوراج كانت كتعطيها لي الزوجه ديالي، فالحمد لله هذاك ابتلاء من عند الله. ديك الموجه اللي كانت وقعت ليا ولا المشاكل اللي وقعوا ليا كانوا سبب باش انهم ربي يبعد عليا كل اصحاب السوء. انا كنت تحيتي بزاف انا كانوا كيجيو عندي ناس من كل مدينه وكيبقاو معايا بالسيمانه بجوج سيمانات ونضيفهم. دابا تهنيت، جعل ربي واحد المشكل باش انه يبعد عليا رفقاء السوء كاملين. فديك الوقيته انايا انا كان عندي العرس، راه حاط البروغرام ديال العرس فوقاش غادي باغي ندير شي عرس اسطوري، كنت باغي نعرض على اصحاب القنوات ونضحكوا ونشطوا وما نخلي ويجيو عندي، وغادي نخلي لهم الدار بما فيها. عرفتي عبد العلي زقزوق؟ عرفت عبد العلي زقزوق هو اللي عرفت في اصحاب القنوات، لانه هو اقرب واحد الي. هنا كاين بحكم انه في سيدي عدي وراه شرا الدار في مكناس، كان قريب ليا، هو اصلا ساكن غير في مكناس، يعني عنده العائله ديالو في مكناس. عرفت عليه لانه ذاك الانسان خيره كبير، ما عمري غننساه. هذاك راجل وبمعنى الرجوله، وذاك الانسان هو اللي عنده وجه واحد. نهار تفارق مع الملاهيط بقى مع الزروالي، كيعرف صافي ما عندوش معاه هنا وهنا، يحط رجل هنا ورجل هنا ويبقى يلعب ويتلاعب. لا ذاك الانسان هذاك واحد الانسان قلبه طيب، عرفت عليه هو بوحدو. اما الفكره ديالي كيف كانت، كنا ديك الساعه في الزنزال، كان غير انفو غيصير للزنزال باش غادي ندوز ونرجعوا بحالتنا وغنبريباري العرس ديالي. كنت غادي تكون حوايج اخرى، كنت في دماغي داير واحد الفكره انني كنت عول على العرس انه يطلع لك الطوندون يكون شي حاجه اللي زوينه ويفرح بها كل شيء، يكونوا صحابي اللي هما معايا ونعرض على المتابعين، وغادي نكري القاعه وندير داكشي على حق وطريق ونعيط للقنوات وغنكري واحد لابارطومويات عرام، واحد الدار كامله مثلا غنكريها على اساس دوك الناس اللي غادي يجيو عندهم فين يباتوا وفين يكونوا واكلين شاربين. عارف العرس تكون تبارك الله الخيرات موجودين. وكانت عندك الفلوس انس انك باش دير هادشي هذا كاع؟ كانت البركه ديال الله، بارك الله. لان قال لك ان الحلال
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد الايات تنسات ليا بحال بغيت نقول لك ربي كيبارك لك في الرزق ديالك في الحلال. والله الفلوس ما كنعرفها منين كتجيني، لان الرزق بيد الله ماشي بيد البشر. لو انه كان الرزق بيد الانسان والله العلي العظيم يحشي يطير لك الجلده ديالك يطيرها لك. الحمد لله للرزق والحمد لله والحمد لله ان بان هذا المشكل هذا اللي كان بان انه ربي بعد عليا رفقاء السوء. انت كانت النيه ديالك كانت حسنه، انا ما نقولش لك، انا كنت كان اليوتيوب تاهو كيخلصني مزيان، ما نكذبش ما نقطعش رزقي. ملي جا داك ولد الحرام 3000 درهم كيجيب لي 3000 درهم متسهلتي يا 3000 درهم تبارك الله، راه كاين اللي كينوض عليها من 6 الصباح حتى 12 الليل باش يقبض غير السميك. دابا السميك عندنا في المغرب هو 2700 درهم، دابا 3200 درهم. 3200 درهم متسهلتي انت ما كدير والو، كدير دي فيديوهات في يوتيوب كتجيب لك الله 4000 درهم 5000 درهم ويا خدمتي كثر حتى المليون. شكون عطاها لك؟ سير دابا انت واحد يقول له عطيني شي 50 درهم والله ما تشوفها بالله. 3000 درهم تبارك الله راه الرزق من عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله، ما نكروش رزقنا. ولا كانت عندك نيتك صافيه وعلى اساس انها غتضيف بها واحد الانسان مثلا وغتكرم الضيف، وربي راه كيجعل لك فيها البركه وكيفيض لك فيها الخميره. و 4000 درهم راه الا جيتي تهير واحد هانيه، شنو فيه 4000 درهم بحال قلتي تحسبها صدقه على صحابك شهير ديال اليوتيوب باش ترجع عاوتاني تخدم وربي يسخر لك. وهكا كتمشي الايام، ولكن الحمد لله ربي ملي وقع المشكل مشاو لي رفقاء السوء ما عندي ما ندير. دابا درتي قناه جديده انس، وليتي كتشتغل على محتوى جديد ولا صافي حبستي من اليوتيوب وبعدتي غادي كنشتغل عليها ولكن ما غتكونش بحال اللي دازو. اجي نقول لك انس، علاش انت ما ديرش انت القناه وتخدم انت والزوجه ديالك الماسونه وتخدموا انكم تبينوا داك المراه كيفاش كتعيش المراه المغربيه الحره هي والزوج ديالها والاجواء ديال المراه المغربيه. غاديش غنقول لك اخويا زهير هاد الفكره انا محيدها من دماغي، انا حتى اذا بانت معايا الزوجه ديالي غتبان معايا في شي مواقع اللي يعني الا للضروره، اما باش ندير مراتي محتوى ونحطها حدايا مش غادي المحتوى. كاين بعض النوبات كنبينوا حنا واحد الصوره اللي كنعطيوها للمراه المغربيه، كنعطيو واحد الصوره اللي هي مزيانه مزيان. هاد الموقع الاحمر وما ادراك ما التنمر اللي كنطيحوا فيه حنا كرجال، فما بالك انك تحط مرتك كي اللي يتنمر لك على مرتك، كي اللي يتغزل بها، كي اللي غيسبها، كي اللي يقول لك هذيك مثلا انا راني كنعرفها وكنعرف الماضي ديالها، كله غادي يقول جيب من جنبك وحط. حنا معروفين على فهاد القنوات راه مني وجبد. انت ملي كتبغي تنمر على شي واحد ولا كيقلب عليك شي واحد وكيجبد لك امك وباك ومرتك مثلا، انت عاوتاني غتجبد له فين يبان داك الشيء اللي جبد لك هو، ونبقاو نتنمروا على بعضياتنا كي اللي يهز لك. المهم كله كيفاش النيه ديالي. فانا الفكره ديال الزوجه ديالي انا ما كاينلاش، اللي باغيني باغيني انا. واخا انس واش دابا انت والزوجه ديالك كتشتغلوا واقفين انت وياها يد بيد؟ الحمد لله والشكر لله، حنا الحمد لله ربي رزقنا بواحد الخير وواحد المحل ايوا عندنا كنشتغل فيه انا راسي، كنشتغل الحمد لله انا والزوجه ديالي وبخير وعلى خير. كنت كندير الخدام معايا، ملي مشى واحد الخدام ما بقيتش كاع كنفكر ندير شي خدام اخر، لانه اي واحد خدام دار شيه كل ما غدير فيه الخير كل ما غيردوا لك بالشر. انا والزوجه ديالي تبارك الله اللي جاب الله تبارك الله الله يجعل لك جبال في ريالتك انت ومرتك بخير وعلى خير، ما يتبعك حد ما يقول لك حد دار ليا ما حتى حاجه، لان الخير صعيب اخويا زهير. يوسف الزروالي ولا دار فيهم الخير حتى ما خلى لهم فين يهضروا بالخير، والاخر ردوا شفار ونصاب وكذا وفاعل وتارك وما اكثر هذا. حنايا لا دابا الحمد لله انا والزوجه ديالي غاديين بخير وعلى خير، ودابا الحمد لله حنا مقبلين على واحد المولود جديد ان شاء الله راه في الطريق. الله يكمل عليكم بالخير يا ربي. امين يا رب. واخا شنو هو الجنس ديال الجنين؟ بيبي شاور. بيبي شاور. شو انس غير قول قول والله ما نكذب عليك. شوف هادو كاع المتابعين والله العلي العظيم الا قلت المدام انا ما بغيتش نعرف هذاك الشيء، غنخليه هكاك حتى نهار غادي يتزاد والله سيدي ما عارف. وما درت قالوا لي دير التلفازه ودير ابدا التحاليل غير يوريك. الله يكمل عليك بالخير. امين. الله يكمل عليك بالخير والله يعطيك شي ذريه حسنه يا رب. والله يسهل عليك اخويا انس. امين. وكذلك المتابعين والمتابعات الاوفياء. واخا انس قبل ما نختموا هذا الفيديو هذا، لان الحوار هذا حوار شيق والله ما كنسخى بك انا في راسي. انا كذلك والله ما كنسخى بك. كنمشي معك انا كنبقاو غادي كنخرج هذاك الشيء اللي عندي في القلب والله الا بصح اخويا زهير. وريني علاش عينيك حمار وشت حنا كل حيت ما كنت اسف على كل ما دوزناه، كان زوين كنت غدا واحد الحلاوه كنا واحد المجموعه بخير وعلى خير وربي، ولكن جاو شي مساخيط الوالدين فرتكونا الله يفرتك ليهم الشمل ديالهم وما انا عارفين راسهم. انتم مجموعه انتم كلكم كنتم مجموعه كنا انا والزروالي كي
كي الخوت سمينا العسيله، هو يحط عليا الراس وانا نحط عليه الراس، وعايشين وبخير وعلى خير وما خصنا حتى شي خير، ما نخليو جبال ما نخليو مدن ما نخليو تبارك الله الخيولات، وغاديين ويفرق في الفلوس غادي، والخير ما كتعرفش ربي منين كيرزق. داكشي كلشي حبس حبس، علاش دخلوا ولاد الحرام اللي هما دخلوا وشتتوا لنا الشمل ديالنا؟ فين هو دابا الزروالي؟ هما دابا النص في دوك العيالات والارامي اللي كانت كيعيد لهم، ما يعيدوش مساكن، كان تيعيد لهم الزروالي. فين هو داك الخير؟ الناس اللي مساكن كانوا كيعانيو، كاين اللي ما عندوش 50 درهم جيبوه الزروالي كيجي وكيعطيه، ها داكشي ديال الله. هما الناس كيعانيو، شكون السبب؟ هما بعض المفتنين اللي جاو وخرجوه على بلاد. دابا راه هو مصابكو كان هنايا، يا ريت وكان هنايا. كره دابا كره دابا جيتي هنايا غتلقى الزروالي يقول لك يلا ونتعشاو بخير وعلى خير ونتقهواو وما نخليو ما نديرو. داكشي ديال الله سبحانه وتعالى فيه كرم الضيافه، واحد الانسان لا مثيل له. ما عنديش نمشي كنشكرو ولا راه ما تيعطيني ما تنعطيه، ولكن انا اللي حسيت بواحد الفراغ ملي انهم كيكون معنا هنايا، تيكون واحد لومبيونس، تيكون مواضيع في اليوتيوب، كتكون خدمه، كتكون خرج هنا سير هنا، تيهز الطوموبيل تيهز لنا قافله ونمشيو مثلا نمشيو لطنجه نمشيو الرباط مثلا ما عندنا ما يدار نمشيو نفوجو، يعني كانت واحد واحد الحياه زوينه. دابا مولاد الحرام خرجوه على بلادو. انا فكرتيني بعدا فواحد السؤال اللي كنت باغي نطرحو قبيله ونسيتو، القضيه ديال الشهاده ديالكم في القضيه ديال المرحومه ديال سعاد البريكي. مرحومه سعاد البريكي مالها؟ شنو وقع في الشهاده؟ الشهاده احنا كنا جالسين ما بينا ما علينا، جانا اتصال مع الفرقه الوطنيه. الو السلام عليكم سي انس برود، ايه ان شاء الله بحول الله راه بغيناك نهار اثنين تكون حاضر معنا في الفرقه الوطنيه في الدار البيضاء. داكشي اللي كان صافي، عيطت للاخوات واش عيطوا لك؟ قال لك راه عيطوا لي، عيطوا لنا حنا اربعه ديال الناس، عيطوا لنا على اساس كنا حاضرين مع داك مع الزوج المرحومه سعاد، فكنا حاضرين جينا دلينا بالشهاده ديال الناس، سولنا بعض الاسئله، فما يمكنش جاك النداء مع الفرقه الوطنيه ما تمشيش، ما يمكنش. جينا لبينا النداء ديالنا وشهدنا شهاده الحق وجينا بحالاتنا. واخا عيطوا لكم في المحكمه؟ عيطوا لنا في المحكمه. مشيتوا؟ جاتنا استدعاء ومشينا ولبينا النداء ديالنا حنا اربعه ديال الاشخاص، مشينا وكذلك مدينه القناطره، وحنا باقيين متبعين هذا الملف تنشوفوا فين غتخرج هذه الحريره هذه. شهدتوا بعدا في المحكمه؟ دخلت انا اللي كنوب على الشهود، لان حنا اربعه ديال الشهود، بقاو الشهود تمايا. دخلنا بحال هكا على اساس ماناش ندخلوا كاملين دقه واحده، قال لك واحد يدخل ولا عيطوا لينا حنا كاينين. دخلت فعلا كانت الاستاذه القاضيه احتراماتي لها دلات بالسميه ديالي، قلت لها هي حاضر، دلات بالاسماء ديال الشهود حاضرين ها هما كاينين كذا. فكنتاسفوا لانه المحامي ديال الطرف الاخر ما جاش، والمحاميه خديجه الروكاني التمست العذر لاخيها في المهنه اللي هو المحامي الزميل ديالها، التمست له العذر وطلبات من الاستاذه القاضيه بانها نظرا لانه الغياب ديال المحامي ما جاش، فما جاتش انني غادي نترافع، الا ترافعت هو ما كاينش اللي يدافع علي، بحال غتحقرو بحال صافي مشى. طلبات التاجيل؟ طلبات التاجيل، بحال قلتي شفقات عليه، ما كاينش اللي يدافع عليه، هو ما غادي يبقى ساكت وكيشوف وما عندوش طرف اللي يدافع عليه. قالت لهم اودي دابا الا بقيت هكا نقدر يعني ما غاديش يدافع على راسو، ويتسمى بحال تحقرو شي لعبه. اجلات الجلسه الى غايه 12 شهر 12 فيه جوج. قد تمشيو؟ طبيعة الحال ان شاء الله بحول الله. حنا باقي ما عرفناش شنو كاين، باقي ما وصلتنا الاستدعاء، باقي ما مهم كاين تاجيل من هنا لتما يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. رسالتك اخيره انس؟ رسالتي الاخيره كنبغي اولا نشكر المتابعين اللي بقاو وافيين ليا انا كشخصي انس برود، وساندوني في وقت المحنه وساندوني في وقت الازمه، لان كاين ناس مساكن المتابعين اللي هما ساندوني في ديك الوقيته اللي كانت نايضه عليا الهجوم، ساندوني اكثر من العائله واكثر من الاخوات، فكنبغي نشكرهم وكنبغي والله الا احتراماتي لكم، لانكم انتم الكل في الكل، انتم السند، انتم لو انكم ما كنتوش انتم ما كناش غتوصلنا واحد الخمسه من راه الشهر. حنا بيكم باش كنتخلصوا، ويكذب عليكم الكذاب انه صاحب قناه ملي كتوصلوا واحد الخلصه في راه الشهر تقول لك لا هذا ديالي هذا رزق. لا شري، راه بسبب ذاك المتابعين اللي هما كيتابعوك بسببهم انت كتخلص، ولا مشاو لك المتابعين راه ما تبقاش حتى ريال. فكنبغي نشكركم نتوما المتابعين، الناس اللي كيبارطاجيو معنا القناه ديالنا، والناس اللي كيتابوناو عندنا واللي كيديروا لنا لي لايك وكيبقى معاك لايف، كيسمح في الكوكوط الامهات كيتفرجوا فينا، كيسمحوا في ولادهم ويسمحوا في الغداء ويسمحوا في الطياب وفي الشقا، ويبقى تابعك انت ساعه في اللايف، هذا تحفيزا لك. فكنبغي نشكركم من هذا المنبر هذا ديال خويا فيس بريس، زهير فيس بريس، كل احتراماتي لكم
وكنبغي نشكرك انت اولا اللي خديتي عناء السفر وجيتي لعندنا باش انك تحيي معنا هذا الحوار هذا، وشحال هذه ما شفناك والله الا لينا الشرف انك تكون معنا اخويا زهير. لا انت ولا الانسان اللي وراء الكاميرا ولا كل الطاقم التقني اللي كيخدم معك اخويا زهير، شكرا لك، احتراماتي لك. وهادشي اللي كاين اخويا زهير والله يبعد عليك شر الخلق، شر الخلق هذا ما كان، هذه اخر كلمه ديال الله يبعد عليك شر الخلق. إذن إلى هنا متابعي الكرام، متابعي جريدة فيسبرس، اللقاء فيديو آخر وديب جديد آخر، ودمتم سليمين.